طبعا في السودان شاركت في العديد من المجالات الاستشارية، وكنت أحد المستشارين الوطنيين المتعاونين مع منظومة الأمم المتحدة في السودان، سواء كان مكتب الأمم المتحدة للنائي أو برنامج الغذاء العالمي. فقدمت أيضا مجموعة من الاستشارات بالنسبة لهم في مجالات متعددة. درست في العديد من الجامعات السودانية كمحاضر متعاون في الأحفاد الجامعية، في جامعة السودان، في كلية الدراسات الإضافية سابقا، في جامعة أم درمان الأهلية، وده يعني أكسبني خبرة في هذا المجال. لكن الآن بقدر أقول عن نفسي أنا مدرب ومستشار أكثر من أنه أنا محاضر. يعني في فرق كبير بين أنك أنت تتعامل مع الطلاب في المستويات بتاعت البكالوريوس، وبين أنك أنت تتعامل مع الموظفين في تطوير مهاراتهم، في اكسابهم المعارف، في كده. فببساطة هذه مسيرتي كانت وما زالت في هذا.